السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد. خبرنا بهذا الفيديو بيتعلق بمدارس بشمال السويد، أكثر من 200 مدرسة مهددة بالإغلاق، خصوصا بعد إغلاق أو بعد قرار نقابة المعلمين بالسويد إغلاق مدرستين في مدينة كيرونا، والسبب نقص وجود المعلمين المؤهلين بهاي المدارس، ونفس الشيء بينطبق على المدارس الـ200 اللي هي بخطر الإغلاق أيضا لنفس المشكلة بسبب نقص المعلمين المؤهلين. طبعا هاي المدارس هي معظمها في مناطق المهاجرين أو طلاب فيها ذات أغلبية مهاجرة، أو حتى الأهالي عندهم تعليم منخفض. طبعا للأسف هذه المشكلة صار لها زمان، هاي المدارس عم تعاني منها، فبالتالي عم يتم الاعتماد على الموظفين البديلين أو البكاريات. وأيضا المشكلة الأساسية أنه المعلمين عم يصير عليهم ضغط كتير كبير بهاي المدارس، لأنه بالقانون فقط الشخص المؤهل أو المعلم هو اللي بيحق له يحط العلامات للطلاب، وبالتالي هاي المدارس كلها مهددة بالإغلاق إذا ما تم حل المشكلة. وطالبت طبعا رئيسة نقابة المعلمين يوانا أسترات الحكومة أو المسؤولين بأخذ المسؤولية لتمويل أكبر لهاي المدارس حتى تقدر تستقطب معلمين مؤهلين. طبعا كمان نقص المعلمين موجود من زمان بشمال السويد، بسبب يعني ممكن نقص السكان، أو معظم المعلمين بيميلوا أنه يشتغلوا بمناطق الجنوب. وهي المدارس اللي تم إغلاقها تم الطلاب يعني رح يدرسوا عن بعد في بيوتهم، وعملوا لهم خطة دراسية مؤقتة لما تنحل هاي المشكلة. هيك نحن بنوصل لختام هذا الفيديو. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.